يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تقييد الأحكام الشرعية في القضاء ومنع الاجتهاد لكي يكون الحكم موحدا في جميع القضايا؟ نعم، الحكم يكون بالكتاب والسنة على ضوء كلام أهل العلم، لأنه يقرب، لأن كلام أهل العلم وكتب الفقه تقرب معاني الكتاب والسنة، فهي يستعان بها ولا يعتمد عليها، يعتمد على الكتاب والسنة. لكن هذه الكتب والفقهيات هذه تقرب لك فهم الكتاب والسنة، تستعين بها ولا تعتمد عليها، تعتمد على الدليل من الكتاب والسنة. نعم.